إذن كما تلاحظون باللون الأخضر على الوزني، والكويت 15 ارتفاعات طفيفة أقل من 10 النقطة المئوية، بينما التراجعات لدينا على سوق الكويت 10 النقطة المئوية من التراجعات على هذا السوق. كيف تبدو الحركة؟ من هم الأسهم الضاغطة اليوم؟ لنتابع مع أسامة رشيد الذي ينضم إلينا الآن مباشرة من السوق الكويتية. يسعد لي صباحك من جديد أسامة، من هم الأسهم الضاغطة اليوم في السوق أو على المؤشر الساري؟ يعني الأسهم الضاغطة هي معظم الأسهم المضاربية حقيقة التي أشرنا إليها افتتحت في المنطقة الحمراء، يعني عموما دائرة التداول أو الأسهم المتداولة محدودة بعض الشيء، وإن ارتفع المؤشر السعري بداية الجلسة بارتفاع طبعا شركات البتروكيماوية، ثلاث شركات اليوم سجلت ارتفاعا منها بالتحديد، نعلم أن لهما أرباح كبيرة من نتيجة لتوزيع أرباح شركة إيكويت والكويتية للأولفينات. هي بوبيان البتروكيماويات حصلت على 30 مليون دينار بالأمس، أفصحت أنها حصلت على 30 مليون دينار من أرباحها في الشركتين الكبيرتين، شركتان للبتروكيماويات هي تمتلك فيما حوالي 9%، فبالتالي هذه هي التوزيعات. وكذلك الجرين أيضا نفس الحالة، تمتلك حصص استراتيجية و ستكون هناك أرباح مجزية، معهما إيكاروس الشركة التي تتملك تركيزات في شركات النفط والبتروكيماويات، هذه واحدة. البنك الأهلي المتحد لابد أن نشير إلى أيضا البنك الأهلي المتحد أعلن عن أرباح، هذه المجموعة في البحرين أعلن عن أرباح كبيرة، واليوم أيضا هو على ارتفاع. البنك الأهلي الكويتي افتتح أيضا بالمنطقة الخضراء، لكن بقية المصارف على استقرار يعني ليست كثيرة. أيضا زين رأينا عمليات شراء سريعة ثم توقف الحال. لابد أن نشير إلى سهم جيران القابضة، هذه الشركة طبعا أعلنت أمس أنها تنوي الانسحاب اختياريا من السوق، وتنضم إلى صف أعتقد الآن يصل إلى 14 شركة انسحبت من السوق خلال العام الماضي وبداية هذا العام. والأسبوع الماضي كنا نتحدث عن الصناعات المتحدة، وقبلها أيضا كانت هناك اللؤلؤة العقارية، فيعني يتزايد العدد نسبيا في إشارة ليست جيدة. لكن هناك من يقول أن بعض هذه الشركات وجيران القابضة منها كانت شركات خاملة، يعني ليس عليها أي تداولات، السهم 70 فلس ولا يوجد طلب شراء واحد عليه يعني. فبالتالي نعم هي شركات خاملة ليس عليها نشاط، لكنها أيضا تنسحب من البورصة فتترك انطباعا غير جيد، يعني يراه الآخرون ربما جيد أن تخرج هذه الشركات من السوق. نعم، وأنا أشكرك هذه المتابعة زميلنا أسامة رشيد.